اهلا بيكم، ما عنديش وقت اضيعه في الحقيقه، يعني ما عنديش وقت اضيعه في ان انا ارحب بيك، انا عايز اشتغل على طول. رحب مجدي عبد الغني من كاس العالم. قول لي اخبار برنامجك ايه؟ لا ما عادش خلاص ينفع، ما عادش وقت. ما كانش نفسي وقت. كنت انت بتغلب الموضوع بجد فعلا. طبعا واغلى مذيع كنت واخد. قلت لهم شوفوا لي كل المذيعين. لما تفتح قناه وتاخدنا معاك تلم كل المذيعين. وانت خلاص عرفت تفتش من هنا. لا لا بالعكس انا مرتاح جدا. طارق عامل معاك ايه؟ كله زي الفل. والله زي الفل. ناس محترمه جدا. نبدا البرنامج. طبعا برحب بيك. وانا كنت في شوق لهذا اللقاء في الحقيقه. وانت مش غريب على قناه القاهره والناس، انت كلهم اصدقائك هنا. وفي نفس الوقت تتواجد سواء في البرامج السياسيه او البرامج الرياضيه. انما انا يعني ما التقيتش بيك على الشاشه قبل كده. النهارده بتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى لقاء مثمر، الناس تستفيد، تعرف ايه اللي بيعمله المستشار مرتضى منصور في وجوده من خلال رئاسته لنادي الزمالك 4 سنوات قادمه. في نفس الوقت في قضايا معلقه وفيها اراء كتيره جدا مش عارفين كيف تحسن، فاحنا عايزين وجهه نظرك فيها. على اي حال انت منورنا النهارده، وشوف انت عايز تبدا ازاي. لا يمكن، بس انت عارف النهارده برضه كان هيحصل نفس المقلب اللي فات وما كنتش هاجي. قولهم ليه؟ اقول لك لا، اولا لانه انا كنت في التلفزيون من اول امبارح مع اسامه كمال وفي القاهره والناس، وبعدين برضه اخويا الابراشي كان طالبني ورحت سهرنا للصبح. ايوه كل ده كان في السياسه. فانا ما احبش ناس تقول لك بقى ايه يا عم عرفنا بقى وكل شويه نلاقيه في التلفزيون. ده السياسه. النهارده النهارده وعندنا بكره لجنه انديه فيها الصبح. ان شاء الله شيء حاسم. لو انا كنت عايز اخلع منك برضه، بس قلت مش ممكن، هتبقى ثالث مره. كانت شيء متعمد ورخم مني، مش كده؟ بالظبط. وكان يبقى امتى يعني شكلي وحش. بالظبط، عشان كده انا يعني سبت النادي. وبس انا اجي لك دي حقيقة. انا رحت الفريق السودان، فريق الهلال السوداني. ويمكن ده اللي اخذني على لسه موجودين في احدى الفنادق جنب في مدينه الانتاج الاعلامي. رحت زرت انا بحس ان السودان ومصر شعب واحد يا سيدي. شوف، هو كان في ولد للاسف سفيه واقف ورا الملعب ورا الجون يعني، وتلفظ بالفاظ لا تليق انها تتقال عن شعب السودان. يعني دي حصلت فعلا؟ لا بالتاكيد حصلت. ولازم نعرف مين، لان ولا زي ده بتصرف زي ده اهوج ممكن يسيء لعلاقات مصريه سودانيه او مصريه جزائريه او مصريه. انا بقول ما نقولش مصريه سودانيه، مصريه. فانا رحت قدمت اعتذار للسيد رئيس البعثه، وكان فيه كل الاخوه الصحفيين السودانيين كانوا موجودين. قلت لهم طبعا مش عايز اقول دي مصر بلدكم، دي بلدكم قبل ما تولد. مظبوط. ده حتى انا بعد ما اتولدت اتقسمت السودان، بقت انا بعتبرها جنوب مصر ومصر الشمال. حقيقة. فاعتذرت لهم، وانا لغايه دلوقتي ما اعرفش مين من هذا الولد السفيه ايا كان. انا بقول له انك انت اهو ترجع لشريط المباراه وتشوف. هنعرف بالتاكيد. لكن في النهايه السيد رئيس البعثه عارفك. طبعا. وقال لي مواقف سابقه من حصل بينه وبينك وبينه. كان بيلعب، كان لعيب كوره. لعيب كوره. ويمكن هما بيشوفونا دلوقتي. وفي النهايه عايز اقول ان دي رياضه. لو انت شفت الجو الودي اللي بيننا وبين السيد سفير السودان ورئيس البعثه واحنا قاعدين في المقصوره، ثم الجو الودي بين اللعيبه مع بعضهم والاجهزه الفنيه وبعض الجماهير اللي حضرت، سواء من اشقائنا السودانيين او من المصريين اللي سمحوا لهم بالدخول. الصحفيين كانوا بعد انتوا كان في عدد معين؟ 25 تقريبا. 25. العدد اللي بيخش. تمام. في النهايه كانت علاقه محترمه جدا. لما يجي ولا زي ده يقل ادبه على الناس ويقول الفاظ لا تليق ان تصدر من مواطن مصري، كان لازم النهارده قبل ما هم يسافروا اروح لهم اعتذر لهم. وانا عندي اولا يقول لك مرتضى مش عارف، لا لما بيكون في غلط بنعتذر. لا دي شجاعه. طب بنعتذر، حصل خطا من مصري. انا مسؤول برغم ان مش مسؤول عن البلد لانه مش تابع نادي الزمالك اصلا. طبعا. لكن هو في النهايه مصري والمباراه بتلعب في ارض مصريه وكان طرف فيها نادي الزمالك. هم طبعا شيء محترم وراقي، قالوا نفس الكلام، شعب السودان ومصر شعب واحد، بينا دم ومصاهره وتاريخ مشترك، وادي النيل الميه اللي بنشربها هم اللي بيشربوها. انا والله ما بعتبر السوداني الا انه انا وهو واحد. بالظبط. يعني المصري والسوداني ما بقولش ده رايح
بلد وعندنا عمر النور وعندنا سيدي محمد النور وما زالوا موجودين وما زلنا احنا بنروح لهم دلوقتي. من خلالك برضو اللي انا قلته للوفد السوداني بعتذر لشعب السودان كله عما حدث من هذا الولد السفيه. كلام جميل. بقول لهم البعثه في قلبنا وفوق دماغنا وناس وشعب محترم وطيب جدا صح من اطيب الشعوب العربيه. فانا بقول ثاني اهو بقدم اعتذاري لهذا الشعب العريق شعب السودان. جميل. سياده مستشار يعني ايه اللي مخليك مثير للجدل؟ هل هو صراحتك؟ هل هي انتقاداتك اللاذعه؟ هل هو انت ما بتحسبش حسابات وانت بتنتقد او بتقول بتتكلم على حد؟ من زمان الكلام ده يعني مش حتى مع مسؤولين يعني مش في الرياضه فقط. ده ايه يعني ليه؟ شوف اي بني ادم قلت عليه كلمه انتقدته بمستند ودليل لم يجرؤ ان يرد. احنا ما شفناش حد رد عليك خلاص او انت خايف ترد عليا روح ارفع قضيه. مفيش مخلوق فيهم يجرؤ يرفع قضيه. ليه؟ لان عارف انا بتكلم بالمستندات. لكن هي المشكله ايه؟ انت اتربيت في حي شعبي اللي هو الحي بتاعك. احنا بتاعك. فرحان انا بابن الرشيد وحبيب سيده ومؤمن شيخه والمناطق دي. وعلى فكره انا يمكن كل شهر تقريبا باخد ولادي وبروح الحاره اللي انا اتربيت فيها وأروح حارة سيدهم الشيخ وسعيد بن الدولة وشارع ابن الرشيد وأقول لهم على فكرة البيت ده اللي اتربيت فيه. اوعى تفتكر الفيلا اللي انت فيها دلوقتي والدادات والسواقين كلام محترم. تخلي نفسك تتعالى على الناس. أبوكوا اللي عمل ده كله بفضل ربنا وأبويا وأمي بدأ من هنا. وده اللي بقوله لكل شاب مستعجل. أنا يوم ما اتجوزت في الإسماعيلية أو بقى شغال فيها الإسماعيلية اتجوزت في أوضة وصالة وكان سرير اديال ودولاب اديال واخد بالك. عايز اقول لكل شاب ابدا كده. انما انت من دلوقتي عايز الفيلا وعايز العربيه مش هيجي لك حاجه. واعتمد على الله وعلى نفسك وعلى مجهودك وعلى كفاحك واشتغل. ودايما يبقى عندك مبدا اللي ابويا علمه لي انك انت تبقى شبعان. لا تعب على طبليه ابوك. لا يعني شبعان يعني مش شبعان اكل يعني. انا مثلا انا في الكليه لا شبعان يعني عنده قناعه. شبعان في الكليه كان معايا طلبه وطالبات بيركبوا احدث انواع العربيات وانا باجي في المترو الابونيه عمري ما وصلت لهم. كنت بحس وانا راكب المترو دون او راكب الاتوبيس كان 21 اعتقد و 182 من مسار مظبوط 82 مش كده وكنت باخده من مسار وده مدرستي بتاع الابتدائي. كنت حاسس ان انا راكب افخم عربيه. ليه؟ لاني شبعان. القناعه ليه بيسموها بقى ترجمه القناعه. وعشان كده بقول للجيل الجديد في اي مجال لاعب كوره بادئ ما تستعجلش. في يوم من الايام هتبقى نجم. ما تطلعش السلم مره واحده هتروح. واحد بادئ في شغل صغير مهندس صغير بادئ محامي دكتور ايا كان. انا بقول لك انا في الاسماعيليه وبيتي لغايه دلوقتي موجود في ميدان النهضه او ميدان مصطفى كامل في الاسماعيليه ودي يمكن سر عشقي الاسماعيليه او بلد اشتغلت فيها. انه انا اتجوزت في سرير اديال ودولاب اديال واخد بالك وما كنتش خجلان. ما انا كنت واكن يابا وممكن يبقى عندي قصر وفيلا على فكره. لكن لا القصر والفيلا دول هيجي في بدايه حياتي منين؟ ان انا هنحرف او ميديا ايدي هيتمد. القضاه اتربوا من اول يوم اللي اتربى انه اللي عايز فلوس يسيب القطر. عايز يبقى معاك قرشين كويسين اشتغل شغلانه ثانيه. انما القضاه ده رساله. الرساله دي انت بتاديها لوجه الله. انك انت ممكن وديك شفت في انتخابات طيب عشان الناس السودانيين بيتابعونا العقيد حسن محمد صالح صدق. رئيس بعثه السودان بيتابعنا مساء الخير يا سياده العقيد. الو اهلا بيك يا سياده العقيد ازيك؟ اهلا بيكم اهلا بقناه القاهره والناس اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. احنا معانا مع المستشار مرتضى بتتفرج علينا ولا والله لا ابدا انا مش موجود في التلفزيون الحين يعني انا في مهمه صغيره كده انا الان يعني يمكن نكون في كوبري 6 اكتوبر تمام. احنا معانا سيادة مستشار مرتضى منصور كان عند بعثه الهلال السوداني من دقائق فاتت وكان موجود عندهم عشان يعني يرحب بيهم في بلدهم وايضا يعتذر لهم عما حدث اذا كان هناك بعض يعني الاشخاص اللي خرجوا عن اطار الروح الرياضيه. فيعني احنا بنرحب بيكم وبنقول لكم انتوا موجودين في بلدكم. احنا ما بنعتبرش ان انتوا يعني جايين في بلد اخر. لا ده انتوا جايين في محافظه مصر محافظه تتبع السودان واحنا بنسافر محافظه الخرطوم. يعني احنا البلد بنعتبرها بلد واحده يا سياده العقيد.
والله يا مرحب بكم قناه القاهره والناس. وانا اتصل علي حقيقه الاخ نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامه في نادي الزمالك، واخترني يعني يمكن قبل زياره الاخ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بانه الاخ مرتضى منصور حيكون في زياره للبعثه، وحقيقه يعني يمكن الزياره مش مرتب لها اصلا. الاخ رئيس البعثه الاخ محمد حمزه الكوارتي موجود، وانا اتصلت بالاخ محمد حمزه وكان في استقباله، وكنا يعني بنتمنى انه يكون الاخ مرتضى منصور، احنا عندنا علم بالزياره قبل هذا الوقت، حتى يعني نعمل ضيافه للاخ مرتضى منصور. هو بتاع المفاجآت يا سياده العقيده، هو فاجأنا حقيقه. الاخ مرتضى منصور فاجأنا حقيقه. هو انا الاخ نبيل عبد الفتاح اتصل يعني قبل يومين قال الاخ مرتضى منصور هيجي زياره لنا في البعثه، فقلنا له يا مرحب به، لكن ما حدد يعني. يمكن لما اتصل عليه الاخ نبيل عبد الفتاح الاخ مرتضى منصور كان يتحرك من نادي الزمالك على 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 مغادره البحث 6 اكتوبر. فنحن يعني زي ما قلت لك يمكن يعني الهلال والزمالك او مصر والسودان هم بلد واحد، بيشربوا من نهر النيل، كلنا بنشرب من نهر النيل، ويعني المصريين بالنسبه لنا اخوه، ونحن نتمنى من الله العزيز القدير انه مصر ترجع زي ما كانت هي ام الدنيا، لانه مصر هي ام الدنيا ان شاء الله. ويعني الشيء اللي حصل يعني يمكن في اطار الرياضه وفي اطار روح الرياضه، ويعني يمكن زياره المستشار مرتضى منصور للبعثه اليوم تخفف كثير جدا على 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 ما علق في النفوس، ونحن حنظل اخوه، وباذن الله تعالى يعني زياره الزمالك للسودان حيلقوا نفسهم في وطنهم الاول. مش هندي فرصه للموتورين يا سيادة ان شاء الله يا سيادة العقيد. نتمنى انه الهلال والزمالك هم الاثنين يبعدوا من هذه ان شاء الله يعني نزار الله انه الهلال والزمالك يبعدوا، نتمنى ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، ونتمنى كمان الزمالك في مباراته مع مازيمبي في كانجو يحقق نتيجه ايجابيه، حتى يعني احنا نتصدر المجموعه احنا والزمالك، وباذن تعالى نزل الله سبحانه وتعالى والدنيا مغارب يعني صلاه المغرب اننا نحن والزمالك نصعد من هذه المجموعه ان شاء الله باذن الله. استاذ عقيد وبشكرك وبنعتذر لكم مره ثانيه، واحنا زي ما قلنا قبل حضرتك متى مداخله، وزي ما قلت انا مع البعثه لما رحت انه يمكن انا بس الثلاث ايام اللي فاتت كنت مشغولين بالانتخابات، وان شاء والحمد لله يمكن ربنا كرم مصر والعالم العربي بطل قومي محترم قوي اسمه الفريق او المشير بقى عبد الفتاح السيسي، واعتقد ان السودانيين وكل الدول العربيه سعيده جدا بان الشعب المصري بدا تاني مره اخرى يبقى في اول الطريق، وربنا يوفق السودان يوفق مصر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانا اكد وانا على الهواء مباشره انا اسمع في الظاهر والناس انه فريق الزمالك لحضوره للسودان يعني ان شاء الله حيلقى نفسه في اول بحثه كلها تكون على الرحب والسعه لنادي الهلال، وحيكونوا هم في بلدهم الاول السودان باذن الله تعالى. وانا حقيقه يعني زعلان قوي جدا انه انا ما كنت اليوم في استقبال المستشار مرتضى منصور، انا قابلته لاول مره في يمكن في مباراه الزمالك، ويعني يعني يمكن المباراه شدته، يمكن مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور المباراه كلها 90 دقيقه ما قعدش في الكرسي خارج، يعني 90 دقيقه كان واقف يعني. فنقول للزمالك مبروك، ونقول لفريقنا الهلال هارد لك، وباذن الله تعالى يعني نتقابل مقابله بتاعت اخوان واحبه ان شاء الله، وان شاء الله تكون هي مباراه لتحديد المركز الاول والثاني ان شاء الله باذن الله. سيادة العقيد بنشكرك شكر جزيل على هذه المداخله، حسن محمد صالح رئيس بعثه الهلال السوداني. تعالوا نشوف تقرير عن راي مجلس اداره نادي الزمالك ونرجع لحضراتكم مره. كل شايف طفره انشائيه رائعه، وانتوا اللي عاجبني ان انتوا متواجدين مع الاعضاء قاعدين بتتابعوا كل خطوه بتتعمل حتى التجديدات. اشرح لي الاول الطفره الانشائيه دي. والله انا يعني انا متابعين مبدا ان احنا طلعنا من وسط الناس وانتخبونا ناس، يبقى لازم نبقى في وسط الناس، احنا مالناش مكاتب، احنا بنشتغل بايدينا عشان خاطر نادي الزمالك ترجع البسمه ثاني للاعضاء، ويبقى في تطوير، يحسوا النادي الزمالك اتنقل نقله ثانيه. الطيور المهاجره اللي احنا بنراهن عليها انها ترجع ثاني نادي الزمالك زي ما انت شايف حضرتك كده، الاستاذ مرتضى قاعد وبعض اعضاء مجلس اداره، لو طلعنا عملنا حاجه وننزل على طول عشان نتابع الانشاءات وتطوير في النادي. احنا بنعمل تطوير في الناحيه الانشائيه زي ما حضرتك شايف، بنعمل
اعداد كتير للاعضاء، داخلين على حته كتير زي حديقه لطيف بنجمد فيها الاماكن، ملعب كروكيه اخذنا حديقه ونعمل ملعب كروكيه تاني، ملاعب الناشئين لو حضرتك تروح هناك هتلاقي طفره جميله جدا، بنعمل طفره تحت المبنى بتاع حمام السباحه، بنحاول نشوف مصيف مرسى مطروح طلعنا له لجنه معينه ولجنه اعداد ومصفوفات كتير عشان يليق بافواج نادي الزمالك الراحه. يعني الحمد لله مع الناحيه الرياضيه ماشيين بايدينا واسناننا ان شاء الله في نادي الزمالك. زي ما قلنا لو بصيت في التصريحات بتاعتنا قبل الانتخابات ان احنا قلنا النادي فيه انهيار اجتماعي ورياضي، فالناحيه الرياضيه ماشيين فيها والناحيه الاجتماعيه في خطين متوازيين. فعلا النادي فيه مشاكل كتير جدا من ناحيه الشكل العام، اديك شايف حضرتك الناحيه الانشائيه قد ايه، وكلنا موجودين حتى في الارضيه كلنا وقاعدين، ولان تحملنا امانه ودي امانه موجود لينا اعضاء الجمعيه العموميه والمهنيه في نادي الزمالك الظلام السنين اللي فاتت، يا رب ان شاء الله نكون احنا عند حسن ظنهم باذن الله. عجبني ان انتوا قاعدين فعلا مع العمال مع المقاولين بياخدوا رايكم في كل حاجه، حتى بيبقى فيه بيشعر العضو هنا ان انتوا منه، مش قاعدين في مكاتب مكيفه، لا انتوا نازلين وبتشتغلوا وبتشوفوا الاحسن وبتقابلوا الناس، يمكن الكاميرا رصدت كل ده. بتوعدوا العضو بايه عندكم في فتره الاجازات اللي جايه يا استاذ رامي؟ ان شاء الله في العمل دؤوب جدا، الولاد الصغيرين اللي هم في سنه ابتدائي خلصوا وهم منتشرين في النادي، لكن طبعا احنا بنسبق الزمن عشان ان شاء الله يكون على بعد رمضان كل الامتحانات كلها خلصت، الناس جايه بتقضي اجازه الصيف بتاعتها، انت عارف زحمه الشوارع والمشاكل اللي حصلت السنين فاتت، بس ان شاء الله الحمد لله قلت، فالمتنفس للناس كلها الانديه، والحمد لله بقى في انديه، والحمد لله بقى في كم انديه كبيره جدا في مصر، احنا النهارده حتى بدانا نسعى ان احنا نطور النادي، نجذب الناس يكونوا موجودين، المشاكل ما بقاش فيه تواجد في الشارع اكتر، ان شاء الله في كميه ملاعب اكون موجوده، الاداء جناين، حمامات سباحه، الناحيه الثانيه انه يكون الناس متواجده بصفه اساسيه موجوده جوه النادي بتمارس كل الانشطه، ما بقاش فيه بقى الشوارع والكلام ده كله. اللي فرق معانا طبعا من اول يوم خلينا نتكلم بصراحه ان المستشار مرتضى منصور ظبط يعني قصه الدخول النادي لاعضاء النادي فقط، فدي عملت نوع من الراحه لاعضاء النادي، فبجد بدا الناس بدات تسمع فبداوا يجوا، فبيلاقوا فعلا ان مفيش حد غريب غيرهم، فدي عملت راحه ليهم نفسيا، فخلينا ان هم اسره واحده ولا كل اسره واحده، فخلينا زي ما انت شايف ده كان ملعب كروكيه بقى حديقه واتخذ مكانه ان شاء الله الناحيه الثانيه هيبقى ملعب هناك، في قدام مبنى الاداري في كانت جنينه مقفوله حديقه مقفوله ففتحناها برده وجبنا كراسي وترابيزات، فالحمد لله احنا من على قد ما بنقدر على قد الامكانيات طبعا زي ما انت عارف اللي موجوده في النادي، بنحاول ان احنا ربنا يكرمنا ويبقى شكل النادي محترم ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد سليمان قال جمله في منتهى الخطوره، عايز حضرتك تفسرها لنا، وهو انهيار اجتماعي رياضي. ايه بقى الانهيار الاجتماعي الرياضي اللي انت شفته في نادي؟ التسع سنين كان بيحكم النادي ثلاثه بيبلطجوا على الاعضاء، ثلاث اشخاص هم اللي افتحوا المحلات، هم اللي دخلوا الاعضاء، بيه كانوا مدير اعضاء مجلس اداره ولا لا خالص، لا ده كانوا مع الاخ الثاني يعني. واحد عنده قهوه مش عارف في الهرم، وواحد ثاني عنده بتاع يعني ليهم دول بحكم قربهم خدوا سلطات، واحد عنده مش عارف ايه بتاع عنده كاميرا فيديو مش عارف شغال فين، واخد بالك، والتالت عنده مطعم، الثلاثه دول كانوا بيحكموا هذا النادي. اثنين لما يكون في عضو مجلس اداره مطلع 4000 تصريح اللي مش اعضاء يخشوا، يعني حضرتك مش عضو في النادي والتصريح يمضي وتخش انت واسرتك، كل واحد باربعه ادي 16000، لما يكون في 4000 عضويه مزوره. ياها. ده مش انا اكتشفتها، ده اللي اكتشفها السيد عمرو فاروق الوزير المحترم جدا. ثم الوزير المحترم جدا جدا طاهر ابو زيد. مظبوط. واخد بالك؟ ثم طبعا خالد بيعمل خالد لسه بالظبط ايامنا بس بيدعمنا بصراحه يعني، لكن اثنين دول. اداك كام يا سياده النص؟ لا ما دانيش حاجه تقريبا يعني، لا بتهزر. والله امال ايه في الجرايد 6 مليون و10 مليون؟ لا 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 كل ده كلام بتكلم جد. والله اداني مره مليون وبعدين رجع خدهم تاني. لا 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 اقول لك خدهم تاني ازاي؟ كنا متفقين نعمل رخصه بس هو يعني شخصيه محترمه يعني بحبها. ايوه طب ماشي مش عايزين. ادانا مليون، رحت له يوم الفيفا لما قابلته وفد الفيفا. تمام. فقلت له هخش فيهم شمال وما خدتش فلوس. كان معاهم الاستاذ مجدي شمس الدين السوداني. طبعا. وكان معاهم راجل سويسري على ما اعتقد، او راجل يوناني او ابروسي حاجه كده. يعني كده المهم ايه؟ حتى في نهايه اللقاء
هاني ابو ريده كان موجود وسيد الوزير موجود وكان حماده المصري. فالراجل استاذ مجدي اللي هو العضو بقى في قال لي فاضل بعد كلامك ممنوع بس نديله اعدام. خلاص يا استاذ مرتضى قفلنا الملف بتاعه. حكيت له بقى اللي عمله هقول لك ده اللي عمله كله في ساعه ما جه النادي لغايه ما القتل وتحريض على قتله لما بعت ناس لوزير الشباب عمرو. المهم يعني حاولوا يقتلوه وقت مقتل الولد عمرو حسين الشهيد بتاع الالتراس. فالمهم ايه اداني 1,000,000 جنيه تمام وكان متفق معايا ان هو هيديني القسط الاخير من 6 اكتوبر وهيديني ثمن الرخصه حوالي 700,000. فجه راح مديني 700,000 وما رضيش يديني القسط الاخير. يعني بس هاخده يعني انت مش قلقان يعني؟ لا خالص هاخده منه طبعا واخد بالك. لكن طب خلينا نرجع تاني للانهيار. عشان لكن هو في النهايه بعت لنا حوالي 2,000,000 ثم 2,000,000 للراجل ودول ملاعب الناشئين اعانات انشائيه لملاعب الناشئين. انا لو تصورت ملاعب الناشئين تحفه رياضيه يمكن مش موجوده في العالم. فانا بشكره وبقول له لو خصمت مني حاجه هطلعهولي. بالنسبه نرجع بقى للانهيار بقى معكسات بلطجه. طب الناس دي كانت بتدي المحلات للي هي عايزاه معرفه بس يعني. المحلات دي انا بنيها على حسابي كلها تمام. لما جه الاخ ممدوح عباس اللي هو معترض على بيقول لك كمال درويش جه بالتعيين. طب ما انت جيت بالتعيين 2005 و2006 و2007 جاي 4 مرات بالتعيين. راح ضارب كده انت عارف موضوع دمه خفيف يعني راح ضارب كلمتين كده على الهواء وقال لك ايه شفت صلاته؟ لا انا ما عنديش مشكله بينه وبينه على عايز الشرف في النادي اي وقت. انا قلت ما عنديش مشكله مع حد تمام. دكتور كمال اللي كان بينافسني مستشار النادي رياضي واداري وفني وقال مكتبه زي ما هو استفيد بخبراته بالظبط. ولو ما خدش ما استفادش بخبراته يبقى انا مش دي حقيقة. مستشار جلال ابراهيم موجود على فكره معنا. الاعضاء بيقولوا ان المستشار مرتضى منصور اتغير تماما يعني الى الافضل شهاده وتم بالله. لا لم اتغير. عارف ليه بقى؟ لا اتغيرت للافضل حتى لا اكثر تعاون. اقول لك حاجه انا ده من 2005 ما كانش واضح. لا هقول لك ليه. 2005 انا استلمت النادي في شهر 5 بنيت 18 محل وغيرت البوابات والبنيه التحتيه دي كلها وبعدين شهرين رحت انتخابات مجلس الشعب. تعرف كنت مرشح حسن تمام. رجعت من انتخابات مجلس الشعب حلني مع الاخ حسن صقر ثم جمد عضويه لما خدت حكم ثم حلني لما خدت حكم. فانت ما خدتش فرصه انك تشتغل يعني. مثلا اخويا عزمي مجال اخويا وصاحبي وحبيب بلديات كل يوم يصحى من النوم الصبح يطلع على ممدوح بيه البلتاجي ربنا يديله الصحه ويشفيه يقول له ارمي نفسي من دور 23 لو ما حلتش المجلس. الراجل يروح البيت يلاقي اسماعيل سليم قاعد قدام البيت. الراجل مش عارف يلاقي ياسر ادريس حللنا المجلس. ايه المناخ اللي انت كنت فيه ده؟ فانت ما اتغيرتش عن زمانك وعشان كده اللي انا بعمله ده انا بكمل اللي بداته 2005 ادي الانشاءات بالظبط. انا بكمل يعني اللي انا بداته سنه 2005 بس انت ما اديتنيش فرصه. اللائحه بتقول رئيس النادي او مجلس الاداره كان مدته قد ايه؟ أربع سنين. قال لك 14 يلا يا بابا روح خلاص خلصنا. ليه بقى؟ عشان قلت لحسن صار الطويل والقصير وانك انت احمد نظيف جابك عشان كنت معاه في كليه الهندسه وتوصل الجمعه بالجلاليب البيضاء القصيره انتوا الاثنين. فقال لك لا بقى روح. اللي دمر نادي الزمالك 9 سنين هو حسن صار. وعشان بقول له يا ريت تيجي النادي عشان الناس تشوفك او ممدوح بس اتفضل تعالى النادي. لكن لما يجي رئيس نادي يا استاذ الفاضل طب انت يا استاذ ممدوح جيت انا ما عملتش حاجه لا اشتكيتك في الفيفا ولا عملت حاجه. تاخد قرار بشد عضويتي وانا رئيس النادي من غير تحقيق. وبعدين انا في الايام في الوقت ده كان الاخ زكريا عزم اللي فعل قضيه سيد نوفل فاتحبست بعديها. وانا جوه السجن طبعا ده شيء يشرفني ان انا اتحبست بضرب وزير الداخليه قبل كده وضرب سفير اسرائيل وضرب سفير اسرائيل قبل كده. بالظبط كده. هم كلهم عارفين ان انا ما شفتش اصلا نوفل ده بقى وربنا يعني اداله جزاء. المهم وانت جوه السجن بدل ما تيجي تزورني الاقي جاي انذار على المامور لقد تم شد عضويتك. في بني ادم بيعمل الكلام دوت. ومع ذلك لما انا جيت واخد بالك اي حد كان مع ممدوح عباس وشغال خليته. طب علاء مالك كان مع ممدوح عباس مظبوط موجود في مكانه ما دام شغال يعني. القصه عندي وايام ما جيت برضه ايام على كمال ما بتخافش حسابات بالظبط. كان ابن اخت كمال درويش او ابن اخت اسماعيل سليم كان عصام عبد الحميد سله خليته في مكانه. ما دام البني ادم ده شغال وهيفيد النادي مش يفيدني انا ويفيد النادي خليه. برضه ما قلتلناش الانهيار جه منين. انا بقول لك الانهيار جه منين بقى. حضرتك شفت الترابيزه اللي موجوده اللي انت جبتها لما سجلت مع احمد انا ده مكتبي تمام. يعني انا عندي مكتب. عايز تقول ان كان في فاصل بين الاداره وبين الاعضاء تمام. رئيس النادي كان بيخش يروح يعمل له سجاده حمراء. ليه يا حبيبي سجاده حمراء مين انت اصلا؟ انت مين؟ يعني عشان شعر طالع لك دول؟ لا بجد مين؟ يعني ايه سجاده حمراء؟ وبعدين
قافل جنينه بالكامل تاخد 1000 عضو دم ما حدش يقعد فيها. طبعا انا جيت فتحت الكلام ده كله. قال العماري. فتحت الكلام ده كله، مفيش كلام ده عندي. يعني ايه رئيس نادي يقفل جنينه و1000 عضو؟ وبعدين للاسف الشديد محدش بيتكلم، محدش بيقول له انت بتعمله ده عيب، واخد بالك؟ فالمعارضه لما تقفل جنينه وبعدين سجاره وبعدين جاب وبعدين بتدخل 4000 جام زواره و4000 تصريح. ده طبعا النادي كان تروح تلاقي النادي كده مليان، وبعدين اسانسير جايبه ممنوع حد يطلع فيه. ايه ده؟ فين ده؟ اسانسير ليه؟ مفيش مبنى عالي في، ما انا جايب اسانسير ولا لك محدش يطلع فيه. شيء والمفتاح ما يمكن متبرع بيه يا استاذ مصطفى يا فهد. حتى انا لو تمنى في حاجه، انا مش عايز اقول لك نص النادي انا متبرع بيه. يعني المحلات دي انا بنيها على حسابي او ما حدش يقعد فيها والفلوس تطلع خدها انا. كلام مش مظبوط. البوابات دي انا عاملها على حسابي طبعا. اقول لها يعني مش عايز اقول لك كراسي وترابيزات، واخد بالك؟ فده كلام، ما دام انت قدمت نفسك للخدمه العامه انت خادم للناس دي، صح؟ واخد بالك؟ صح. قبلت النفس. هو بقى ما كانش بيجي، يعني مثلا مره واحد كلمه في التليفون كان في حاجه حصلت في النادي كارثه، فهم يقول له ايه؟ ساب الكارثه، قال له عايز اعرف مين اللي اداك رقم التليفون اشطبه العضو ده. فين الكلام ده؟ ده تليفوني مع مصر كلها. طبعا انا قلت مع، لو تفتكر قلت مع مدحت شلبي. ايوه مكتبك اهو. ده المكتب اللي انا اهو. بتمضي الاوراق في الورقه او الجنينه، واخد بالك؟ عايز اقول لك هو دي الاداره الصحيحه. انك تبص الناس. لو حد بيفكر يبقى منحرف شايفك في الوقت، لو حد بيفكر يبقى متكاسل انت في النص. انت بتدي قدوه، انت مش انت رئيس هذه المؤسسه. لما رئيس هذه المؤسسه قاعد في وسط الناس بالطريقه دي، واخد بالك؟ وعلى فكره انا يعني في مكتب رئيس النادي برضو عامله من 2000 ايام كنت نايب 2000 وكام واحد برضو عامله على حسابي كله. لكن الافضل اقعد في مكتبي المكيف ولا اقعد في وسط الناس؟ اولا مشاكل يعني في ستات كبيره في السن، رجاله كبيره في السن، ممكن عرفش تقدر تطلع لك. لكن لما ليك موجود، واخد بالك؟ الطفل الصغير عشان انت ابن بلد، فاهم؟ انا بقى من شبرا وفرا جوه بلدي بشلوش وفلاح واروح البلد البس الجلابيه. انا في وسط الناس. انت وسط الناس. لا وبعدين شوف اللي بيعرف الدنيا دي ماشيه ازاي ما بتدومش لحد، مناخيره تيجي الارض. دي حقيقه. ولا حد كان يتخيل وانا محبوس 2007 ومشطوب مش عضو مجلس الشعب، كنت عضو مجلس الشعب، ان في يوم من الايام هرجع رئيس نادي الزمالك الا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي رجعك ده، مناخيرك دي ما تنزلش. دي حقيقه. تنزل دي حقيقة. وتنزل قوي طبعا. وبعدين تتعامل مع البسيط. يعني انا ممكن يبقى رئيس جمهوريه انتقد واحمد ديوف نفوخه خلاص، لكن المواطن البسيط عضو النادي دول الانسان البسيط ده محتاج حد يقول له كلمه كويسه، يسمع شكوته، واخد بالك؟ فده اللي احنا عملناه. فالتسع سنين ده انا بتكلم دلوقتي على المستوى الاجتماعي. تمام. مفيش مجدي طوبه اتبنت. يمكن شوف المبنى احنا الحمد لله بتوفيق من ربنا. هنجيب صور. انت 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 حاطط لنا المبنى الاجتماعي الاول بقاله دلوقتي حوالي 9 سنين مهجور. ليه مهجور؟ عشان حوالي 3-4 مليون مشكله بيننا وبين المقاولين العرب. مظبوط. فانا كل اللي عملته استدعيت الناس في المقاولين العرب، ناس محترمه جدا. قعدت معاهم، ايه مشاكلكم؟ ولا احنا مشكلنا كذا. طيب انا قالوا لي احنا كنا بناخد شيكات من الاستاذ ممدوح عباس وطلعت من غير رصيد اصلا مرتبط. قلت له لا ما عنديش، انا راجل قانون ونائب رئيس النادي مستشار في مجلس الدوله، نائب رئيس مجلس الدوله، ما عندناش الظاهر ده. جدولنا في شيك طلع بمليون جنيه هيجي يوم الاحد، هنبتدي نرجع نشتغل في المبنى الاجتماعي. جميل. 6 اكتوبر الحمد لله بفضل ربنا خدنا اخر قسط الدفع، خدنا الرخصه 6 اكتوبر دي خلاص ما عادش فيها مشكله. خلاص يا بيه هناخد الرخصه، هنفتح باب العضويات، هيجي لي حوالي 100 مليون جنيه هعملهم وديعه، واخد بالك؟ العجله ابتدت تشتغل. تمام. لما جينا احتاجنا فلوس. ايه. ادي ده 6 اكتوبر 6 اكتوبر. ادي حمام السباحة. ولو جه شمال شوية كده ادي ملعب، ادي استاد هو 6 اكتوبر على الشمال. وده ملاعب فرعية. برجولات. واخد بالك؟ على مساحة ارض قد ايه؟ حوالي هو المفروض انت 6 اكتوبر احنا واخدين، على فكرة 6 اكتوبر دي كانت راحت ولا كنت مظبوط ورجعت انا اللي رجعتها. خدت 100، كان واخدين 100 فدان، جبت 123. انت من حقك 10% تاخدهم تستثمرهم. ال 10 و 123 يعني حوالي 12 او 13 فدان. تستثمرهم فين؟ ممكن تبيعهم بسعر السوق اللي هو موجود. الفلوس دي تاخدها، واخد بالك؟ هدول يعملوا برضو بالظبط كده. عندي
مشروعين او ثلاث مشاريع كبار بامر الله ان شاء الله هنعملهم. كل دي افكار عايز اعملها تسع سنين اتاخرت. ما قدرتش طبعا. لا 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 روح يا ابني يلا بقى، لا مجلس الشعب ولا جامايكا اشتغل ولا قول لي انت هتجيب فلوس منين؟ انا اقول لك دلوقتي عندنا 19000 متر علم دان سفنكس. ده كان مشروع كان جايب 100 مليون جنيه حق انتفاع اللي هيتعمل فندق وجراش فوق الارض وتحت الارض، وحق الانتفاع 25 سنه و100 مليون. انا رفضت لان شميت ريحه مش مظبوطه، وطلبت الرقابه الاداريه يحضر معانا الاجتماع مع الشركه مع اعضاء النادي على الهواء. دي زي الفل. ال100 مليون خليتهم 300 على 10 2000 لا كان 2005 النهارده بقى هنخش في مليار. ال100 مليون وصلتهم ل 300 مليون فوق الارض وتحت الارض. لا تاخد تحت الارض بس، فوق الارض هتستعمله. ال25 خليتهم 20 ايام ما بقى المجلس. يبقى كده بقى في بارك الاعضاء نادي الزمالك. لا انا البارك حطه دلوقتي من سيد وزير الشباب وسيد محافظ اللي هو تحت المحور على طول قدامي، واخد بالك؟ ده هتفتحه يبقى ده مكان ده لاعضاء النادي تركنوا فيه. اتفقت مع السيد محافظ والسيد المحترم عادل بيه لبيب وزير التنميه المحليه ان دون المكان ده مع السيد وزير الشباب هاجره للاعضاء يحطوا فيه عربيات. اللي حصل بعد ما اتفقنا ورفعت الشهر 100 300 مليون راحت فيها شكاوى من اساتذه اعضاء زملاء في المجلس ايامها 2005. الديك الرومي مرتضى منصور عايز ياكله لوحده. قلت لا 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 ما تروح بالتاج يا فندم، انا راجل كنت قاضي شريف وكيل نيابه شريف رئيس نيابه شريف ومحامي شريف وراجل رئيس محكمه محترم محترم نفسي اقعد مجلس الشعب احترم نفسي وعم دايرتي مشروعات الحمد لله. اللي راح شاف قال لك ايه المشروعات اللي عاملها في الدائره دي، كان عنده زياره عندها في مطار. تمام. قلت له اللي عايز اكل ديك رومي قاعد. قلت له لا ومن فضلك جمعيه عموميه وتيجي توافق على المشروع. كنا اتحلينا. المره دي 119 ألف متر دول على ميدان سفنكس دول ممكن يجيبوا لك مليار. نادي الزمالك اغلى نادي في العالم. دي حقيقه. المحلات والمحلات دي اللي المحلات بقى نخش المحلات بقى اللي للاسف الشديد بتجيب ملاليم والمفروض تجيب ملايين. شوف انا راجل قانون وبعت جوابات لاصحاب المحلات دي. هو يقول لي اصل انا عملت عقد مع المجلس مش عارف مين ب 1000 جنيه في السنه، هحبسك انت والعمل معاك العقد. كلامه واضح. اصل انا مش عادي، ده مش عادي، انت مش متفق مع محل بقاله او الحاج مش عارف مين صاحبك عامل لك ماجر لك شقه. انت ملعب. سعر السوق في المكان ده كام؟ حضرتك 1000 جنيه في السنه؟ لا يا حضرتك انت عندك جريمه اهدار ملعب وتسريب سيل على الملعب. تعال لي من فضلك لو ما سويتش ما امرك واعتبرت العقد اللي موجود ده انت واللي وقعه لك ده جريمه. لا جريمه. في نائب عام محترم اسمه هشام بركات. في نيابه اموال عامه، واخد بالك؟ تعالى نفتح كلنا على نيابه اموال عامه وتطلع لجنه. سعر المتر في المحل اللي عجمه دول العربيه ده اللي بيكسب في اليوم 300000 مش عارف ايه في الشهر 1000 جنيه في السنه. ما ينفعش. دي جريمه طبعا. حضرتك لو ما جيتش سويت امورك هطلع بيك على النائب العام، والنائب العام ما بيعرفش يهزر. لكن انا هرفع عليك قضيه في المحكمه وتقول لي اصل رفعت قضيه في المحكمه والشؤون القانونيه زمان كان ما بتحضرش الجلسات. هاخدك انت والشؤون القانونيه والاعمال لك العقد على النيابه. صح. ليه اسمه ده اسمه مال عام بيراقبني الجهاز المركزي للمحاسبات. دي مليارات يا بيه ضايعه، واخد بالك؟ فانا بعت لهم جواب بمنتهى الادب والاحترام اول امبارح، قلت لهم من فضلكم تعالوا سووا الامور لانك انت ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الماده 112 و113 و116 ده كله عقوبات اداره المال العام وسيلة المال العام. تقول لي انا عامل عقد اللي عمل معاك العقد ده مرتكب الجريمه معاك بالاتفاق والتحريض والمساعده. دي انت ايه السريعه اللي بتعمله عشان تجيب موارد لنادي الزمالك؟ السريع ان احنا بنعمله ان احنا بعتنا للناس اللي كانت اولا الناس لما لقت النادي ابتدى فيه شغل ابتدى فيه شغل زي ما حضرتك شفته كده. عدوياتهم كانت سيتت انت ليك 6 سنين تسترد عدويتك. جانا ناس كتير. لميناننا بتاع 10 12 مليون. طب هاي واخد بالك؟ ده عندك دلوقتي في الخزينه 12 مليون؟ انا داخل وعندي 6 جنيه و306 عندي. النهارده حسابك فيه كام؟ مش اقل من 14 15 مليون. خلي بالك وما خدتش ولا مليم من البنك عشان الناس فاهمه غلط. العضويات بيقولوا استلفت من البنك وبتسددها للبنك. ما عنديش الكلام ده خالص. وخدت 40 مليون من البنك؟ لا 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 انا سلف. لا 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 ما عنديش الكلام ده خالص. اللي حصل بالظبط حضرتك انت صحفي قاضي وكيل نيابه نيابه اداريه قضايا الدوله جهاز مركزي محاسبات وزاره الشباب ضابط جيش ضابط شرطه. دي اللائحه بتقول دول العضويات الثنائيه. في انديه الناس دي خدت احكام تخش ورافضه. لا انا عايز الناس دي تخش. ليه بقى؟ انا كان عندي 8000 واحد بيخش مجانا ويبلطج جوه النادي. لكن لما يكون عندي قاضي ضابط وكيل نيابه صحفي المستوى بتاعي بالظبط كده وداخل بفلوس فهو بيدفع 5000 جنيه بيبقى فاضل عليه 15. البنك بيديني انا بقى الفلوس دي ان كاش 15 دول يعني مثلا ليه 40 مليون البنك يديهم لسه ما خدتش ولا مليم على فكره. مش بقول لك فلوس العيب جايبها منين. ال 40 مليون دي لسه هاخدهم. تمام. وهو بيحاسب العضو
الادو بيروح يدفع له كل 6 اشهر الـ 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 الفلوس بتاعته في البنك، يعني 5000 جنيه دول على كل سنه 5 5 5، فبيتقسموا على كل 6 اشهر. انا ماليش علاقه بالبنك، انا كل اللي عملته اني دورت على بنك يدي اقل فايده للعضو. العضو لما بيدفع كل سنه بدل ما يدفع 5 يدفع 6000، والعضويه اصلا من 60 و70 الف في اي نادي تاني، اعتقد ان انا فدت العضو طبعا وفدت النادي بتاعي اكيد. لكن انا لسه بقى دلوقتي ما خدتش مليم من البنك. صحيح. ومش كارد ليا على فكره، ده بيبقى كارد للعضو اللي داخل مش ليا انا. مالكش انت، بس انت بتاخد فلوسك فلوس العضويه كامله. كامله بس ما خدتهاش لسه. لسه ما خدتهاش. ولا مليم البنك. طب احنا هنجيب راي الاعضاء وبعد كده نرجع نتكلم في موضوع شائك جدا وهو لجنه الانديه. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. اطلقت عليه في النادي ان هو سيسي نادي الزماله، وده فعلا حقيقي. اللي احنا شايفينه حاليا اللي بيحصل هو اللي يقدر يعمله مرتضى منصور، وصاحب القرار القوي اللي بيقدر ينفذ هو مرتضى منصور. يعني لو حضرتك بصيت لاي حد، لا هو مرتضى، مش هو دكتاتور، لا مش دكتاتور. يشكر استاذ مرتضى منصور على الحاجات دي كلها، حاجه حلوه ان شاء الله، يبقى النادي من احسن النوادي ان شاء الله باذن الله. فخره كويسه، وان شاء الله النادي يرتقي لاحسن ويبقى وضعه احسن من الاول ان شاء الله بفضل طبعا الاستاذ مرتضى منصور. والله احنا شايفين النادي فيه شغل جامد وفي حاجات كويسه بتتعمل، وبنتمنى ان شاء الله التوفيق لمرتضى منصور، ده لك ان هو يطور النادي اكتر ويشوف مطالب الناس كلها ويرجع احسن من مكان. يعني اتمنى ان هم يعملوا يعني يزودوا حاجات احسن ويحسنوا يعني اي حاجه في النادي عايز تتحسن. هذا العمل لا يستطيع ان يقوم به غير رجل محترم بغض النظر عن الاسم، دي اعمال، وانا من طبيعتي بحب اعمال الشخص، مش اسمه مش انتمائه، ولكن اعماله هي اللي بتدل على شخصيته. لابد ان يكون هناك تطوير، وميزه المستشار مرتضى منصور انه قادر على الاداره بالثواب والعقاب. واضح ان في تجديدات بتحصل في حاجات كتير وعادات اتفتحت وكده، يعني الواحد متفائل شويه. منذ 9 سنوات وانا كعضو نادي وجميع اعضاء النادي، مفيش طوبه اتبنت في نادي الزمالك الا في عهد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، اللي احنا كلنا بنشيد بدوره وبانجازاته الملموسه لجميع الاعضاء، وايضا مش بس نادي الزمالك في 100 عقبه، ولكن نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وبرضو اللي خاض المستشار مرتضى منصور حروب عديدة جدا على مدار سنوات متمثلة في الحفاظ على الأرض وعدم فقدانها من نادي الزمالك مثلما حدث في الأرض القديمة. من ساعة يعني قدوم النادي وأنا شايف إن في ما شاء الله، عايز أقول طفرة في الناحية المادية، يعني هتكلم بصراحة الناحية المادية في ما شاء الله دعم جامد جدا، يعني برضه بحكم علاقته بوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، في دعم كويس جدا، في كمان دعم. أنا هتكلم على يعني شغلي كمنسق عام لأكاديمية نادي الزمالك، أنا شايف كمان إن الملاعب تهمنا ما شاء الله، جاب دعم كويس جدا سيادة المستشار ومجلس الإدارة كله طبعا، جابوا دعم كويس للملاعب والكشافات والإضاءة، ويعني وخلاص خلال إن شاء الله أسبوعين هيتم افتتاح الملاعب. مبسوطة اللي هم يعملوا النجيلة في المراجيح، وعايزة كمان يعني المراجيح شكلها يبقى أحلى من كده. اهلا بحضراتكم. على الوجه الثاني بقى هناك اعضاء النادي الاهلي، بس نشكر الاعضاء وانهم حاسين باللي احنا بنعمله، بس بقول للطفله الجميله دي المراجيح هتتركب بعد 3 أيام كلها جايه من بره مصر. 3 أيام؟ كلها جايه من بره مصر. النادي الاهلي بقى رحنا عملنا معاه لقاء مع الاعضاء. الاعضاء زعلانين منك في النادي الاهلي لانك انت بتهاجم النادي الاهلي، تهاجم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي من خلال رئاستك ليه لجنة الأندية. مشكلة شائكة جدا بين لجنة الأندية والنادي الأهلي، النادي الأهلي بيهدد بالانسحاب من الدوري، كلام كتير جدا عايزين نعرف. أولا النادي الأهلي ده أنا عضو جميع عمري، مظبوط؟ أنا عضو في النادي الأهلي من 74. هم طب أنا عايز، أنت جاهز يا محمد؟ جاهز؟ يلا طب ورينا أعضاء النادي الأهلي الأولى. الأندية لا بتفحص شؤونها وبتاع وتشوف أي مشاكل بالنسبة لها،
طبعا تشكيلها طبعا كان مفروض ايام كمال درويش كان يتعمل. طبعا ما جه سياده المستشار مرتضى منصور طبعا خد اللجنه دي، رئاسه اللجنه دي، كان مفروض طبعا يتعمل زي انتخابات تانية او ترشيح تاني على اساس ان برضك يبقى ايه، يبقى الحكايه مش حكايه ان طبعا الزمالك يمسك على طول طالما كان رئيس الزمالك قبل كده كان ماسك. والله دي لجنه مستحدثه جديده احنا ما سمعناش عنها من زمان، واستحدثت حديثا، وهي على ما اعتقد او على ما اعرف ان هي لجنة استشارية، رأيها استشاري وليس رأيا قطعيا. اولا انا بختلف تماما بعملية الغاء لبوس، لازم يكون المنافسة تبقى على ايه؟ يعني هل بفضل موجود زي ما انا والناس اللي تحت تظلم تفضل زي ما هي، ولا هنطلع ناس ونعمل دوري قد كده من 50 فرقة؟ ما ينفعش، لازم فيه فوت، لازم. وبعدين ده القرار الاول والاخير، المفروض رئيس استشاري وتبلغ اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يقول اه او لا حسب المصلحه بتاعت البلد، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها. مفيش صدام ما بين لجنه الانديه واتحاد الكوره، هو كل واحد متمسك بوجهه نظره، وانا بعتبر لجنه الانديه هي الجمعيه العموميه بتاعه الدوري الممتاز، وبقول ان هي ليها الحق ان هي تدي قراراتها، بتعمل توصيات، واتحاد الكوره بيشوف الصالح العام للكره المصريه ويعمله. لجنه الانديه بتتمثل بمجموعه الانديه مع بعض، دي قدموا توصيات للصالح العام، ولجنه الانديه هدفها الرئيسي بقياده المستشار مرتضى منصور هو الحفاظ على حقوق الانديه فقط لا غير، بيقدموا توصيات. واتمنى اتحاد الكوره ان ما يخش الموضوع بموضوع الندية، يهمنا مستقبل الكره المصريه. ازمه ليه الاعلام عايز يعمل ازمه؟ معهم طول راجل محترم ومستشار راجل محترم، مفيش ازمه، لا ازمه، وارجوكم انتم ما تخلقوش ازمه، يقعدوا مع بعض يتفاهموا، لكن المبدا لا ان موضوع النزول ده ينسوه، مش المفروض نتكلم فيه، مش المفروض نتكلم فيه. في لوائح، في لوائح وفي قانون وفي حاجه لازم نحترم، لازم عندنا جدول 2020 هنعمل ايه، السنه الجايه هنعمل ايه، وجدول صارم، الا اذا حصل زلزال، حصل حرب، حصل حاجه غير طبيعيه. مستشار مرتضى منصور راجل مستشار وفي المجال الرياضي بقاله فتره طويله جدا، وراجل رياضي، ولا ازمه بينه وبين سياده الاستاذ محمود طاهر، مفيش اي ازمه بينهم يعني، والاوضاع يعني مستقره، واعتقد انهم كانوا متجاوبين اثناء الانتخابات، وحصل زيارات واتصالات بينهم يعني، ما كانش في اي مشكله بينهم. ما في ازمه، بس دي طبيعي ان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيترفع عن الرد عن التفاهات والكلام الفاضي اللي بيتقال ده، فما يصحش انه يرد عليه. لا ارحب بيه ليه؟ هو نسي انه قطع الكارنيه ورماه وقال انا مستغل عن النادي الاهلي؟ ما يجيش، يجي يعمل ايه؟ انت قطعت الكارنيه؟ الراجل ده مش مؤدب. تفات ايه يا استاذ انت اللي عامل زي البتاع كده وزنك 500 كيلو؟ ده بيشيل العلاقات، ده اللي بيشيل علاقات. لكن الكلام اللي اتقال قبل كده، قالت ان مفيش مشاكل، لا اللي اتقال قبل كده شيء محترم، راقي من الناس اعضاء جماعه ومن محترمين، انما يا اخي في سنك ده يا اخي عيب يا اخي، يعني خليك في سنك ده عيب. تفات ايه يعني؟ احنا ناس تافهه. طب انا اقول للراي العام يا مجدي، انا اقول يا بيه ده بيهزر، واحد بيهزر والغل واكل قلبه. ده راجل غل واكل قلبه. انا عايز بس اوديك في دكتور عكاشة، روح تعالج عنده عيب. لكن شوف الناس اللي اتكلمت بادب واحترام، قال لك اولا مفيش مشكله، ايوه مفيش ازمه، انه راجل قال لك انا ضد الغاء الهبوط عشان ضد اللوائح، كلام محترم. انما التفاهات، نعم يا راجل روح بقى وانت عامل كده ب 800 كيلو بتوعك دول. طب قول لي، قول لي يا قول لي استاذ مجدي، هتصمم على الغاء ال يا اخي؟ لا رد بقى، انت رد على الناس المحترمه اللي كلمت، سيبك من التفاهه اللي هو قالها. تمام. يقول لك يجي يعمل ايه؟ يا شنخر يجي يعمل ايه؟ رئيس نادي الزمالك هيزور النادي الاهلي، انت هتقدر تمنعني؟ خلينا بالكويسين يا راجل غريب قوي. لا يا استاذ يجي يعمل ايه؟ يعمل ايه يا اخويا؟ خلينا بالكويسين، شنخر يا اخويا، خلينا بالكويسين. يا حبيبي انت كنت نازل الانتخابات اللي فاتت وانت سقطتني ما نجحتني. لا هو عارف ان العلاقه اللي كانت بيني وبين الاستاذ محمود طارق كانت قويه جدا جدا، وكنت بتأيده كل يوم، كنا بنتكلم، بكلم الاستاذ وحيد
اللي هو جوز عماد وحيد. عماد وحيد محمد عبد مش عارف انت عارف طبعا نايم في المكتب 24 ساعه واخد بالك، صاحبي واخويا وحبيبي وهو ده يعني حتى على المستوى الشخصي. طب ايه اللي حصل؟ انا اقول لك هنخسر بعض على المستوى الشخصي بسبب واحد زي البني ادم ده. لا يا عم برضه انت القرارات تمنع جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي ضد القرارات اللي خدتها. اكمل كلامي. لو راي العام الاهلاوي قبل الزمالكاوي او اي نادي انا غلطان قول لي، ويمكن زعلان من الصفقات اللي خطفتها من النادي الاهلي. لا شيخ مش هنتكلم برضه. طيب النادي الاهلي خارج المنظومه قبل ما اجي، يعني كان مش في لجنه الانديه قبل ما اجي. طب ما كانش رئيس لجنه الانديه ولا كان قاعد؟ كانوا زعلانين على اساس ماشي خلاص مظبوط. يعني انا ما جيتش زعلت حد، يعني انا جيت صح ما كانش اصلا النادي الاهلي موجود لا في جمعيه العموميه 22 نادي ولا في مجلس الاداره. دخل النادي الاهلي لكن ما كانش بيحضر الاجتماعات، ما كانش موجود اصلا. ما هم بعد ما حصل الانتخابات وخدت الرئاسة الدكتور كمال خد الرئاسة تمام، النادي الاهلي كان هيخرج من العضوية وبعد كده قال لك لا النادي الاهلي كان زعلان عشان كان عايز يعمل بس منفرد. خلي بالك عشان بس مظبوط، عايز بس الاهلوية يعني يركزوا معايا عشان الكلام ده مهم جدا. انا بقى جيت بحكم الانتخاب كان رئيس نادي الزمالك هو رئيس لجنة الاندية. خلاص اللي حصل بالظبط انه قلت لهم يا جماعه انا بعتذر والدكتور كمال يكمل. ما اللائحه ما تسمحش. لا قالوا لي من فضلك اطلع بره انت والدكتور كمال. ال 20 نادي او 21 نادي يعني حضر الاجتماع ده. خدوا صوتوا، خدت الاجماع. تمام. اتفضل يا استاذ مصطفى. يبقى ده الانتخاب الجديد اللي هم بيتكلموا عليه. ومع ذلك بكره عندنا اجتماع لجنه انديه. لو النادي الاهلي عنده الرغبه يبقى رئيس لجنه انديه قدام مصر كلها. ده نادي كبير، نادي عريق. ها اللي يا استاذ عايز اقول لك ان انت بتشيل الاهلي. انا عارف انت الاهلي. اتفضل انا بتنازل، واتفضل في جمعيه عموميه ويتقدم وانا بتنازل للنادي الاهلي. انا غلطان. كلام محترم جدا، بس انا احضر على الترابيزه. لكن الشتيمه هنا في البرامج والشتيمه في الجرايد مش هتهز شعره من راس. ده ياما دق مش عارف ايه على راس طبول واتحبس ضرب وزير الداخليه اللي كان بينام من شعب المغرب زكي بدر ضربه بالجزمه، سفير الاسرائيلي في قضيه عزام بالجزمه. ما بقى الحاجات دي ما تاثرش، هو اتحبس مش مشكله. خلاص بس بتحبس بشرف وامانه راجل محترم وبطلع راجل. سيد نوفل بعتوا لي مصطفى بكري موجود ومنتصر الذات موجود، اقول له بس تكتب كلمتين وما اصدقاء انك انت بتعتذر. قلت له انا اعتذر عن جريمه لم ارتكبها، هكمل المده وكملت المده. وجاي المفروض اطلع في المده بتاعتي، طلع القرار الجمهوري فيما عدا اسمي وعدوني ثلاث اشهر زياده وقعدتهم وطلعت راجل. فالكلام ده مش هيجيب نتيجه. انا بقول لك اهو النادي الاهلي الكبير، الهرم الرياضي الكبير، لو عايز رئيسه يبقى رئيس لجنه انديه انا بكره متنازل. ايه المشكله؟ هو انا بتنازل لمركز شباب ده النادي الاهلي يا جماعه. طب ليه حته الشد جت من المشكله جت من الاتش. انا اشترطت علشان انت عارف لجنه الانديه دي مش توصيات. لا لا يا بيه توصيات يا لا يا بيه انا اسف مصممين اتحاد الكره انها توصيات. لا هو يقول اللي عايز يقوله بيفهم في القانون، عندهم حد بيفهم في القانون. اتحاد الكره ده بيه انا مش شغال عند احمد مجاهد ابقى انا شغال عنده اقول له التوصيه خد ولا ما خدهاش. لا قراري هيتنفذ غصب عنه وعن التخين عنده. ليه بقى؟ لان انا الجمعيه العموميه. انا انت دلوقتي اسمها لجنه انديه القسم الاول. خلاص طب اقول لك مش هلعب، هتعمل معايا ايه؟ بس انت الجمعيه العموميه 122 ولا 150 نادي. لا انا اصل لجنه انديه القسم الاول خلي بالك. تمام بس ده جزء من الجمعيه العموميه اللي بتجيب الاتحاد كله. الماده 62 فيها فقره ا وب. تمام. ا بتتكلم عن لجنه القسم الاول، بتتكلم عن الاقسام الثانيه. مظبوط. القانون وفاهم القسم. مظبوط. فانا اشترطت شرطين علشان اقبل رئيس اللجنه. نمره واحد النادي الاهلي يرجع في مجلس الاداره اللي هم تسعه ويبقى نائب رئيس. وحصل. ايوه وجينا نائب الرئيس محمد عبد الوهاب كان لا كان اول محمد عبد الوهاب حضر محمد اول اجتماع طاهر الشيخ وبعدين محمد عبد الوهاب ومجلس الاداره عين طاهر الشيخ وبعدين لما طاهر كان مسافر جه محمد عبد الوهاب. تمام. انا غلطت في ايه؟ ده انا قدام اللجنه كلها حطيت النادي لازم النادي الاهلي يجي في المجلس اللي مجلس تسعه. تمام. وقلت لو انتوا عايزين اي حد فيكم عايز يبقى رئيس اللجنه اتفضل ما عنديش مشكله. انا اصلا عايز امشي. تمام. وبقول لك دلوقتي قدام مصر كلها تاني. لو الاستاذ محمود طاهر عايز يبقى رئيس لجنه الانديه بكره قدام اللجنه هتنازل ويجي هو. ما عنديش مشكله. تمام. دي مسؤوليه. تمام. انما حصل ايه بعد كده بقى؟
لما جينا نناقش استاذ مجدي يبقى الشرط الاول نادي الاهلي يخش مجلس الاداره التسعة، الشرط الثاني الدكتور كمال يستمر مستشار للجنه عشان الراجل ايه يدنه يكمل المشوار اللي بدا خلاص. اللي حصل بالظبط ايه بقى؟ طب هو بيقول لازم يكون في جدول اعمال، انت ما بتعملش جدول اعمال. وانا هردك بقى كل تمام. جينا الاجتماع بتاع الهبوط، انا صاحب الاقتراح تمام، انا ما بخافش اوكي، وانا كنت راجل رئيس محكمه، فما تيجي تقول منطوق حكم تقول اسبابه عشان انت لما تيجي تقرا الحكم تقول ان الحكم ده متفق مع القانون والعداله ولا لا، فقلت الاسباب. انا رايي انه نلغي الهبوط، على فكره ما حدش قاعد معايا يقول لك اسمع معايا والقصه اللي الادب المكتوبه للاسف ها انه اصل ده اتعمل عشان اخد اللعيبه من الانديه اللي هتهبط. اللي حصل بالظبط انه اقتراحي كان له المبرر من عندي انا وجهه نظري، ممكن تكون غلط ممكن تكون صح، صح. انه عشان تطبق مبدا لازم عندك عداله رياضيه. يعني ايه عداله رياضيه؟ يعني لازم المنيا وتيفونات بني سويف والمقاصه والبورسعيد، المصري البورسعيدي يلعبوا في ملاعبهم زي ما انا بلعب في ملعبي وكل الانديه بتلعب في ملعبها، دي اسمها العداله. بس هم وافقوا يا سياده المستشار، وافقوا هرد عليك، هرد عليك قبل ما على المسابقه ومضوا انهم هيلعبوا بره ملعبهم. هرد على اللي انت بتقوله خلاص. اتنين، انت بتقول لي موافقين خلاص، لو الكلام ده في لائحه جمعيه عموميه، انت عارف انت راجل كنت عضو جمعيه عموميه، عضو مجلس اتحاد، لو جمعيه عموميه انا عملت لائحه واعتمدتها قلت عظيم سلام، انما ده قرار ممكن اعدل عنه، ممكن ايده، ممكن الغيه، ده مجرد قرار خلاص. نيجي بقى دي الغاء الهبوط، لما جينا نصوت بقول تاني اهو بتحدى محمد عبد كان على شمالي والسيد شريف حبيب بتاع على يمينك المقاولين زعلان عشان قلت اللي قبله مش مظبوط. يا جماعه اللي موافق على اقتراح الغاء الهبوط يرفع ايده. 22 كلهم موافقين بتحدى واحد، لما في محمد عبد الوهاب اتحدى تاني بقول اهو عشان هم عاملين ايه شوشره من غير لازمه، يعني هو يعمل لي مداخله يقول لي ما حصلش تمام. طيب اللي مش موافق على الغاء الهبوط راح عاملين كده. يبقى اذا اجماع. طيب اكمل بقى كلامي، احنا وقتنا اكمل انت جيت متاخر، ماشي اكمل كلامي. دي بقى مش جاي مدوله. جينا بقى في الدوره الدوره من دورين، ده مش اقتراحي، ده اقتراحهم الاول قبل ما اجي خلاص. طيب انت بس القرار صدر من مجلس اداره الاتحاد دور واحد، كل الكلام اللي حضرتك قلته مش هيتنفذ انه يبقى من دورين. كمل بقى كلامك. يا بيع من دور واحد، ده مصلحه الزمالك. انا انا بتكلم على القرارات. يا بيع دي مصلحه الزمالك، يبقى دور واحد علشان اقدر ايد الولاد. ما هو دور واحد هينتهي، يبقى الدوري هينتهي امتى؟ تمام. يوم 16 تمام. تاني يوم اروح ايد الولاد يبقى معايا في افريقيا مظبوط. انا ما بتكلمش على مصلحه الزمالك، بتكلم على المصلحه العامه. انت جيت لقيته من دورين خلاص. طيب انت بقى مش عاجبك القرار، النادي الاهلي مش عاجبه القرار، محمد عبد الوهاب ده مخه ضرب كده وجي وافق كده وما رجعش مجلس اداره. حضرتك مش كنت قاعد اتحاد كره؟ مش بتيجي الجلسه اللي بعديها بتصدع على محضر الاجتماع، بتعترض على القرار، بتعترض بتلغي تمام خلاص تمام. طيب انا قلت ايه بقى؟ كل اجتماع ما يبقاش في اتحاد الكوره عشان بقى ما يقعدش يجيب لي سمك وجمبري وشاي وقهوه وهو ده اللي مفهمه ان هو واصي عليا، لا كل اجتماع يبقى في نادي. ليه بقى؟ عشان كمان نعرف مشاكل الانديه على الطبيعه. الاجتماع اللي بعديه كان في الزمالك، بكره ان شاء الله في سموحه، اللي بعديه ان شاء الله في القناه في اسف في المنيا، ثم القناه في الاسماعيلي، احنا عشان تشوف مشاكل. طب الاهلي مش هيحضر، هتكمل بس كلامي، هتكمل بس كلامي. خلاص بس عشان الاخر يقعد يقول الواكل بلا خروف ده. خلاص اللي حصل ايه بقى؟ وهنرجع للاهلي والدعوه. انا ما عنديش وقت، ما انت يعني ادينا بس ادينا يا عم سبع دقايق خمس دقايق خمس دقايق. اللي حصل انه رحنا اجتماعنا النادي الاهلي ما جاش. كلمت محمد عبد الوهاب انت فين؟ قال لي انا في ماتش بتاع السوبر بتاع كره اليد. قلت له طب ايه المشكله؟ احنا قاعدين مستنيينكم. قال لي ده الاستاذ طاهر الشيخ جاي. ما جاش طاهر الشيخ. قعدنا كل الناس قعدت بالاجماع عايزه القرار. انا غلطان؟ حضرتك بقى رجعت لمحمود طاهر. بس قراراتكم استشاريه تاني. يا بيك بقى انت ما تعطلناش بقى. طيب. خلينا مش بنكلف في شده النادي الاهلي. يبقى انا غلطت بقى، انا بقول لك تاني كلمت في تليفون. قال لي طاهر الشيخ في الطريق. انا ما غلطتش. لما جينا نقابل وزير الداخليه انا كلمت محمد، قلت له محمد عندنا مشكله الاهلي والمصري، عايزين نرجع جماهير. قلت بس اهلي زمالك اسماعيلي خلاص ما رضيش يجوا. انا غلطان؟ رحنا كلنا واتحاد الكوره الاهلي ما جاش. لما رحنا حددنا ميعاد مع رئيس الوزراء، صاحب الدعوه رئيس الوزراء مش انا، كلنا رحنا والاهلي ما حضرش. قال لك قلت لهم قبلها بيوم. يا بيه مش انا صاحب الدعوه. يا بيه المراسم. يعني انت عرفت قبلها بيوم كلكم عرفتوا؟ يا بيه المراسم هي اللي بتدي، انا مالي؟ هو انا بيتي هو جاي لي في احمد عرابي؟ يا بيه صاحب الدعوه رئيس الوزراء، المراسم زي ما دعت الاهلي دعتني ما رضيش يجي. ويمكن الاستاذ فرج عامر امبارح مع مدحت قال لي بقى
قال لي بقى سرج لانه كان حاضر سرج عامر قال مرتضى منصور اتكلم عن مشاكل النادي الاهلي قبل ما اتكلم عن مشاكل الزمالك لان النادي الاهلي نادي كبير وعنده مشاكل انا بمثله برضه خلاص ما رضيش يجي. استاذ محمود طاهر قال لك ما حضرتش انا مش كومبارس عشان احضر معاه يبقى اسأت لينا كلنا من اصغر نادي شعبيا لاكبر نادي خلاص ايه قول لي الغلط اللي احنا غلطناه رجع بقى النادي الاهلي فاضل بس جزئين بسرعه جزئين محمود طاهر نجح قبلي فانا باركت له وبعدين نتيجتي طلعت بارك لي قلت له يا استاذ محمود انت عارف كنت بدعمه تدعيم كامل كان بيقعد في النادي يقول لك استاذ مرتضى بيدعمنا وشوري قاعد يتريق لو تفتكر عنده في الكلام ده خلاص انا قلت له يا استاذ محمود يا انت تيجي تزورنا احنا نيجي نزورك عشان ايه العلاقه اللي بيننا تدوب الفوارق فقال لي لا تعالوا انتوا خلاص قلت المجلس هنروح لقيت شويه عيال صيع عاملين بيان قال لك ايه لو مرتضى منصور جه مش عارف هنعلقه من اتعلقني منين زي الافندي ده ده انا عليا الطلاق اعلقك من رجلك على باب بيتك انت وابوك ثانيه واحده فانا كلمتهم قلت لهم يا جماعه انا عندي مجلس ده برضه زعلانين طلع بيان ثانيه طلع بيان نفسا طلع بيان قول للعيال دول لا يمثلوا النادي الاهلي العريق ولا جماهيره المحترمه ما طلعش بقى. انا بقى عشان نختم اقول تاني انا بدعو مجلس اداره النادي الاهلي يجي يزور نادي الزمالك في اي وقت ولو النادي مجلس اداره الاهلي دعانا هنروح في اي وقت شرفنا نروح النادي الاهلي نزور النادي الاهلي يبقى مين اللي عامل المشكله انا بقول اهو ده مصر كلها ده اختم لكن انت عايز تعمل مشكله تشتمني في مجلتك شوقي حامد ها الستات كنت بتبعت له قضايا مجانا والاخ اللي اسمه وليد الحسين اللي نايم في مكتب محمود طاهر وشايل له الشنطه انت مش هجيب نتيجه معايا في الكلام ده ليه انا ما بقى الكلام ده ما بيحصلش فيا بقول تاني يا مجلس اداره النادي الاهلي بقول لك تاني اهو يشرفنا تيجي تزور الزمالك فوق دماغنا ولو بعت لنا دعوه هنيجي نزور عشان من غير اهلي وزمالك مفيش رياضه في مصر سياده المستشار انا عندي اسئله كتير انت عايز سبع ساعات والله العظيم عايز سبع ساعات وحياه ربنا ان شاء الله عشان اتكلم معاك مبروك لمصر كلها بس عايزين نبارك لمصر طبعا كلها طبعا على القائد البطل العظيم اللي بس يبعدوا عنه الراجل اللي هو بيحب مصر وعشان المصريين بيحبوه مبروك يا سياده مش عايز منه حاجه طبعا انت شفت ساعتك معاه بالظبط مشير مبروك مبروك لمصر انها تطلع من نفق المظلم وبقول تاني اخر كلمه ايوه اي حد هيقول لي حزب الدستور هيقول لي 6 ابريل هيقول لي خالد علي هيقول لي مهيتاب هيقول لي الاشكال دي كلها مصر خلاص تم شفاها من البقعه اللي كانت طالعه حب الشباب ولا الحصبه اللي كانت طالعه في الوش خلاص مصر فاقت اللي هيحترم القانون في بلدي هيتشال فوق الدماغ اللي مش هيحترم القانون سجن اللومان موجود وسجن تراب القانون سياده المستشار بشكرك شكرا جزيلا على حضورك اشكرك حبيبي ومبادرتك مبادره جيده جدا بنتمنى ان الدوري الاهلي بكره ان شاء الله إيه ان شاء الله تجد ازازه وتنازلوا عن لجنه رئاسه الانديه كلام محترم بشكرك شكر جزيل اعزائي المشاهدين وقتنا خلص وخدنا وقت زياده لاول مره في برنامج البلدوزر لكن الكلام مع سياده المستشار لا ينتهي الى ان التقي حضراتكم غدا باذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله